بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قفل بأنول دنيا ولا ليال سعادة يقول برادنيا سعادة نوح ليال هذا كمرنا ما يسترنتو أما كما إماتو قفك أو كليئة يعني إنه نور هذا نفسيس لابد قفل نورش الله وذاقة أما لما متانية وإنه هلا بالير هذا سعادة يقوش يدقنا شو مركزه هلية هذا هو نيتاي نون وينهاش هذه كذلك ونين هاي هويني مركز السعادة يكوش يدكان شو يقفك وفضي يالنا يا إذا قفك قف البناء سعادة لجمعها له هذا قف يعني قفك أتقول ست أي قفين سعادة كيل مس وادت جونية صفات جونية له هذا دوني سنين يهو هويني سعادة ونعكسن وخير وخطرت ودسن وما شاء الله وأتكد كتير أدوني ست صفات جونية المامويم هاي هويني كستمو ونعكسنا نكستنا مو ونعكسنا هذا الكستنا وعفك لقى شيكتنا وحكى إيمان دون قدم إيمان دون تاف عايش يسوي بينك شيوه هؤين ك وفضل بدن صفات كذي تلمامها وحير أنت المامو محير ولا يقف هناك سنة هؤين يهدد هشيد والله تربيعي والله نذيفي أو ديسن أو أخلاق له أو حشمد له أو يعني حشاد له أو صبر له أو كلسوني له أو وناق له أو يعني هدا لكون يدور سنان له أو يعني إسقابس له ويعني هدي له أخلاق الصي صفات كست كل ما يسترنتي قف كنوع هذا له والله الدنيا كمان مقرأ كمان مقرأ ولذلك رسولك النبي الدنيا متاع الدنيا دوا متاع الراحة أيضا نصاص الأسمي وخير متاعها المرأة الصالحة أو المؤمنة المرأة المؤمنة الصالحة الزاكية لذلك وحال قلت المامين يتهايبا نلاش الدنيا ده إن كليجي تهايبا تأخذها يشدوا حكوا دافو يعني ها هم رجل الدنيا نري بادية هذا كور حلوي دي حوين كتر وفر لبدن محيطها نوشة ربادية قاركود الحكمة دي وحال الله ده وين كابا قدام بيا موقتها هوين يعني تنوقف يعني نوشة وحوين مدة وقود ديروي هدي تاجن تهي مال علين وسكر هذا ما ومدة وقود دير هدي تاجن تهي ديران تعالي يعني كان لما لك قف إنه ماشي تاجن وين الدريمة وحوين ومدة وقوين مركا يفرد ذه قارو مركا فريستان هونك ماشي قف إنه فردية مودو يسبع على لي المرأة إن تعلد مودو يسبع قفكم ماشي فردية وين أوجيها إنه قف فردية قفكم ماشي تاجن وين لوجيها قف هليس إنه تاجن وحير مركا تاجن تاعي وين يعني قف لوجيها ولا قرن يا تاعي ومعنا دير تاعي وجو دير تاعي ذي تاجن تاعي هونك هذا يفرد لنا وجو وين تاعي هذا يهاد الله يستنا وجو روم بطن هونك وقواسة هذا يعراتنا دول قادته هذا قصصنا دولة عدي سوكلية هاي مشكلة دنا هاي ستوا محي مركي قصص أفل بدي ولذلك الصومالي ده راح تأكتر عبء هاي هوين إذا إني رج أكتر قصصه أما قصر كده درس كلا جنب غلبة ولذلك إنه راح على قش شيء قبل دي سنت قصر كده درس كم درس كسو شو جاي وجري جزء كم قبل دي سأفل بدي قصصه أفك كلا قبته وده قال كري واي وبدري ياوي تنبيه إذا هو حشمتي وين لا إله هذا قصل يسوع ودولا عدين يسوع أفلا بدي يري ميسو وأنا صفات كنبي محمد عليه الصلاة والسلام مركو قصل يا ودولا عدين يا هذا الشيء سميسو أو واحد سميسو وين وناتين هذا عن تسمين يسوع عن تو وناتين يسوع هذا واحد لادري وشقاق قبنا يسوع وين وناتين هذه هول كلا لادري جوري لادري واحد كلا لادري شقادة وكسب بحنا وين وناتين شقادة يعني لو أركي ميو هو وين ولاكسن نين كذا يعطي عدا جوري كذا يشوكته oy laazimta borsantay qaadato dunida yaa imayso xilliban baan rabaa wasiir baan rabaa taf 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 waa mushkilada aakhiru samak lidalka rasuulkana wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in waxa iimaan doona haweenay laaciso rag la ordamaysa gurigeeda joogta laazimta waa aziisad waa sharaf badan tahay marka ay qoomkeeda dhex joogto qoomkeeda iyo dadkeeda iyo bulshada bulshada marka dhex joogto waa qof sharaf loo lagu tashado laakiin nafteeda marka la hadlayso دولي بيسو أركتها هذا قفكو وينه تواضع موجية هذا النفط هذا وينه لعجبين والله يعني هذا لا يعني كلا عجب نقول لذلك قال لي لا قفكو النفطي لا عجبه ووالده قيف كمدة مركز النفط هذا دولها كلا آهات لكن تذكر مركز حقوق من يسوي كصباح أرمي هذا ما هو حير ووناكسينه ووحلقوم هذه والله ما هذا عليها وين النوع وحكس مركز الحمد لله من كذا لي أم والد كذا لي صادرت حكيم يعني من كلا حكمة بدنا أستجنا ولا ويدي هونك tan ugu akhyaarsan ugu wanaagsan oo lagu doorto sifaadka lagu doorto dhowr sifaad uu sheegay qayb ka mid ah dan soo qaadan
wuxuu yiri haweeneyda wanaagsan waxa weeye akhyaarta ah ee akhyaarta kamidka waa midda kow rabbiga raalli gelisa haweeneyda rabbiga raalli gelin waxba ku tarimayso dadkay xamanaysa meelahaas ay fadhinaysa walidaalika qudaarta har iyo hameen cunno annaga waxaa kamida qudaar ilaahay naga xaaraam yeelay oo dadku cunaa qudaartaasi waxa weeye waa xanta wey lidaalika alxasan albasri wuxuu ku tilmaamay xantu waa qudaarta haweenka buu yiri ay cunaan meelahaasay xamanaysa midda rabbigeed aan aqoon dadkay meelahaasi wax uga sheeg sheegaysa waa un meertadii ay soomaalidu sheegi jireen hadba xaafad bay ku meeraysanaysaa wuxuu yidhi waa midda ninkeeda isku dullaysa oo adeecda qaara waxay u qaataanma ninka markay adeecaya inay dulli tahay ma ahan rabbiga raallinimadiisa waxay ku xiran tahay rabbi inuu yani zawjkaadun raalli ka yahay lidaalika rasuulkana wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay kuu caroodo waxay ku xiran tahay ninkaadun kuu caroodo saa darteed rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam haweeley ahlujannaa waxa weeye ninkeeda markay ka caraysiiso inay inta cagaha u dhukato boorka ka tirto ay tiraahdo waxba dhadhami mayo ilaa aad qosashid ay tiraahdo wey bal malaa'igtaa nacaladaysaaba la yidhiba gurigeeda faaruuq umay suu yiri sirta gurigeeday ninkeeda iyo nafteedana bixin mayso ka sheekayn mayso dadu yuusina jiro noocaa ka sheekaya rag iyo dumar ha ahaadeen ninkeeda lama arko bimacanaa haddaad aragti nin xaafadaha iska wareegayo meelaha iska taagtaagan haweeneysa ayaa dayacan oo nin waa nin haweeneysa dayacday laakiin haweeneyda haweeneyda ah ninkeeda dhacdhiciisa lama arko waa nin yacni haddii la kuunayaa hawshiisa iyo shaqadiisa iyo waxbarashadiisa iyo dantiisa iyo gurigiisa laakiin meelaha haduu iska taagan yahay ka war iska qayilaya guriga dhibaato ka haysatakaas meelaha hadduu iska fadhi ku diranayo guriga dhibaato ka haysataa ninkeeda lama arkaa la yidhahda haweeneyda wanaagsan lama dareemo xataa ceebtiisa codkeeda lama maqlo codkeeda waa astunaya iskama qayliso iskama qosasho sifaatkeeda lama gartaa la yidhahda haweeneyda wanaagsan haddaa arta haweeney la tilmaamayo yacni lugaheeda dabadeeda yacni madaxeeda dhismaheeda jirkeeda la tilmaamayo waa haweeney dayacan wey haweeneyda wanaagsan jirkeeda lama arko way is asturtaa wey lama sifeeyo iyo midka faasiqa iyo midka khaa'inka iyo yeyda dadku ma sifeeyaan mana arkaan waxaa la yidhahdaa waa midda yacni haddii la kuuran yahay yacni wax dhasha xanaanaysa naaska nuujisa haddaad aragtaan haweeney aan maheeda naaska nuujinayn waa haweeney u dhammaatay lidaalika rasuulka markii la dheelmay haweenkii ahlunaarka waxaa ka mid ah kuwa abeysooyin waaweyn anaasaa ka cunaya waa la u weydiiyey jibriil iyo mikaal wuxuu yihi kuwaana waa kuwe waa ilmahooda kuwa markay dhalaan naaska u diida wey ama waxyaalo kale ay fiirinayaan ama nooc kale ilmaheeda waa inaa naajisno xanaanaysa xanaanada koowaad waayada waxaa ka mid u yidhi waa midda gurigeeda uu yahay janno joogto ah dee cunto laga reedo waxbaa laga helaa gaajo ma taal gurigeeda xataa hadduu yani ese waxba haysan waxun baa la helaa barakadaa iska taalla guri barakaysan wey gurigeeda waa janno joogto ah wey ayaa la yidhaha ninkeeda hadday khayr ka aragto shukran bay tiraahdaa mahadsanid bay ku tiraahdaa hadday khayr ka aragto hadday xoogaa dhiba ka aragtana way isobartaa lama tirsato warna fur iyo lama soo boodo lidaalika furniinka waa kelmo gooniya macquul mustaqbalka inaan ka jeedine aakhiru samanka calaamadiisa waxaa ka mid a furniinka oo bata calaamadaha qiyaama waxaa ka mid a furniinka oo tirada ka bata ama yacni la sahladaba hawen waxa ku leedahay yacni haddii la kuuranyahay hadduu ninka igu xumaado ma dushaydu ka baxay waa cayrinayaa waa masiibo wey haddii yacni guriga usoo galo ninkeeda way dhoolo caddaysaa cara ma tusto markuu gurigeeda ka baxana way u xiistaa way murugootaa markuu guriga ninka uu ka baxayo yani wehelkiidii baa ka tegay markuu soo gelayana yani kabahay ka bixisa oo ka siibta aathaar baa kusoo aroortay tiradii ka bata waxaasoo dhan wax khiyaali iyo qiyaas laga hadlay ma aha walaalayaal waxaas haddii alla kuuran yahay ay ninkeeda soo qaabisho wuu cajabaya ninkeeda habeenba habeenka ka dambeeya qurux buu kusii arkaya iyo nadaafad ma aha nadaafad daraha weyneydo mushkilada qoysas badan haysata waxa weya ama soomaalidana haysata waxaa laga xishoodaa in lagu hadlo thaqaafo badanoo qoyska dhex marta wuxuu leeyahay haddii masale aad ka hadlaysa wuxuu leeyahy warkii waxbu ka hadlayday ama wadaadkii masalada ka waxay leeyihiin wadaadkii maanta wax laga xishoodo afka soo mariyay waa masiibada haysata wey dadkan oo lidaalika qoysaskooda haysato isku haystaa war waxa xaqaa lagama xishoodo waa in la tilmaamo.